رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسولكم صلى الله عليه وسلم اكنزوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن تحفظ أمته أدعية تجري على ألسنتها عندما ترفع أكفها إلى ربها داعية. أنا في الجمعة ذكرت لكم حديثا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة، إذا كان هذا هو الشيء الذي يكنزونه ويدخرونه، أنتم ادخروا هذه الكلمات، هذه دعوهم وما يدخرون، هذه ذخائركم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.